خلال اليومين اللي فاتوا انتشر فيديو يعني انتشار واسع جدا بيبين تحرش رجل كبير بثلاث اطفال في السياره بتاعته او العربيه بتاعته في التجمع في القاهره الجديده. الحادثه دي حادثه مؤسفه وبتفتح كل مره باب التحرش بالاطفال. انا دكتوره ايمان عز الدين وهنا عياده الام والطفل. ازاي احمي ابني من التحرش؟ اتصرف ازاي لو ابني حكى لي ان حد اتحرش بيه؟ ايه موقف يكون من المتحرش نفسه؟ دي كلها اسئلة هنجاوب عليها في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله تستفيدوا عشان نحمي اطفالنا من ان هم يقعوا في الاذى البشع اللي تعرضوا للاطفال ده، وربنا يا رب يلطف بيهم. اول حاجة اللي عايزين نعرف ايه هو التحرش الجنسي بالاطفال. التحرش الجنسي بالاطفال هو اي قول او فعل يكون هدفه استغلال الطفل جنسيا من خلال ممكن على فكره شخص كبير او شخص مراهق، او ساعات تكون من الاطفال دي بتبقى حاجات قليله شويه. طيب ايه اشكال الاذى الجنسي للاطفال او الاستغلال الجنسي للاطفال اللي ممكن احنا حتى ما نبقاش واخدين بالنا منها وبتبقى مقدمات لما هو اخطر بعد كده؟ احنا عندنا استغلال جنسي للاطفال او تحرش جنسي بالاطفال عن طريق اللفظ، عن طريق الفعل اللي هو اللمس او التقبيل والاحتضان او حتى الاغتصاب الكامل سواء للولاد او للبنات. طيب دلوقتي ايه يعني ايه تحرش باللفظ؟ التحرش باللفظ في الاطفال الصغار بيكون ليه كذا شكل. ذكر عبارات جنسيه صريحه قدام الاطفال بما لا يناسب اعمارهم، ده يعتبر تحرش جنسي للطفل. ذكر اعضاء اسماء الاعضاء التناسليه للناس يعني كده باللغه اللي هي الدارجه للكبار قدام الاطفال، ده تحرش بالاطفال. الحاجه الثالثه برضو انه الكلام بشكل فيه تهكم او سخريه على منطقه الاعضاء الخاصه بالطفل او الاعضاء الجنسيه بيه، ده يعتبر تحرش، ده مش هزار، مش حد بيهزر في حاجه زي كده. ولازم انت كأم لو لاحظت اي حاجه او كأب لاحظت اي حاجه كده حط حد فورا، مفيش هزار في المنطقه دي نهائي. فده التحرش اللفظي بالاطفال وده يعتبر الى حد ما اقلهم ضررا. بعد كده التحرش عن طريق الرؤيه، عن طريق العين. ازاي المتحرش بيستخدم عينه؟ المتحرش بيطلب من الطفل ان هو يخلع ملابسه عن الاجزاء الخاصه في جسمه، للولد مكان المايو او للبنت كذلك، يعني للولد بيبقى مكان اللي هو العضو التناسلي وللبنت مكان من الصدر للاعضاء التناسليه. فبيطلب ان الطفل يتعرى قدامه، تمام؟ ده يعني شكل من اشكال التحرش. الحاجه الثانيه ان هو الشخص المتحرش هو يكشف اعضائه التناسليه او اعضائه الخاصه قدام الطفل الصغير، ده اعتداء جنسي على الطفل، يعني هو لسه ما وصلش للاعتداء الكامل لكنه اعتداء على الطفل، تمام؟ فده بالنسبه للتحرش عن طريق الرؤيه. بعد كده عن طريق اللمس، ودي كذا حاجه من ضمنها التقبيل والاحتضان واللمس الغير مريح او يعني غير طفولي، والحاجه الثالثه اللي هو الاغتصاب الكامل. اللمس او التقبيل والاحتضان ممكن يكون مقبول بشكل يعني انت كأم او كأب عندكم دايره محدوده بتتعامل مع الطفل قدامكم دايما، بيسلموا عليه بيبوسوه بيحضنوه بشكل بريء انتوا عارفينه، تمام؟ لكن في حاجه بتبقى مش مريحه لو حصلت قدامكم لازم تاخدوا بالكم انه ده مش حاجه صح. بمناسبه التقبيل والاحتضان كمان، ما تخليش الطفل حد يبوسه غصب عنه او يحضنه غصب عنه، بمعنى انه خلي يا عمو سلم عليك يا حبيبي وعمو عايز يبوس ويحضن والولد مش عايز، اسمع كلام الولد. ما يعني ما فيش حاجه اسمها اصل انا محرج من عمو، لا ما فيش الكلام ده. الولد مش مرتاح ليه الشخص ان هو يتعامل مع جسده، خلاص ما يتعاملش معاه. ممكن ان هو يتعامل ان هو يتكلم معاه كلام من ده، لكن طالما حاسس بعدم امان من ناحيه جسمه في الشخص ده خلاص انهي الموضوع ده. طيب الاغتصاب بقى الكامل او قبل ما نوصل للكامل اللي هو اللمسات الغير مريحه للاطفال، انه حد بيحط يعني ايده او اجزاء من جسمه على جسم الطفل، دي تحتاج انه طبعا الطفل يكون المتحرش منفرد بيه. ممكن ان هو يعمل ده بدافع او يعني بالتبرير او بالترهيب للطفل، ان هو انا بلعب معاك يا حبيبي كلام زي كده، ان هو ما تقولش لحد لان لو عملت او قلت لحد انا هعمل واسوي فيك. فده بالنسبه للملامسه الغلط، ممكن برضو تحصل قدامك من الشخص ده، لان انا هقول لك بعد كده هتكتشف في مفاجاه ان الشخص المتحرش ده موجود في دايرتك بنسبه 90%، فيعني ايه حراسي كويس.
الاضطراب الكامل عشان يحصل، ودي حاجه مأساويه جدا، محتاج انه الطفل يكون بعيد عنك فتره طويله، المتحرش او المغتصب يكون واخد الامان على الاخر، يكونوا في مكان يعني صعب الوصول ليه، وربنا يا رب يحفظ اولادنا من الخطوه دي وكل الخطوات قبليها. فده بالنسبه يعني نبذه سريعه كده عن التحرش الجنسي في الاطفال وانواعه وبيبقى ازاي. في حاجه مهمه جدا 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 نسيتها، هي التحرش الالكتروني. هو التحرش الالكتروني بيبقى معاه ابتزاز الكتروني، بيجر لسكك تانية من التحرش والاغتصاب للطفل، او حتى تشكيل هويته الجنسيه بناء على الشخص اللي داخله في الانترنت. فمش مقبول ابدا ان يكون ابني عنده 8 ولا 10 ولا 11 12 سنه قاعد على التليفون وقت طويل جدا من يومه بدون مراقبه مني انا، هو بيعمل ايه او بيتفرج على مين او مين اللي بيكلمه او بيطلب منه ايه. دي حاجات لازم 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 تكون تحت عيني. مفيش حاجه اسمها انه الولد ياخد التليفون ومع نفسه، مفيش الكلام ده، لانه بيحصل حوادث فعلا رهيبه في الموضوع دوت. ممكن توصل انه اللي بيبتز الطفل الاول يطلب منه مثلا صور لجسمه او حاجات زي كده، بعد كده يبدا يبتز بيها. لو هو انا هفضحك لو انت مثلا ما سمعتش كلامي، او لو انت ما طبيعتنيش في علاقه شكلها كذا، فيبدا الطفل يدخل في دوامه، وطبعا بيكون خايف من ان هو يقول للاهل. فلو سمحتوا ما فيش طفل يبقى معاه تليفون منفرد بيه لوحده كده طول الوقت، ده حاجه خاطئه تماما. ده بالنسبه لانواع التحرش الجنسي بشكل سريع كده. نخش بعد كده على مين هو المتحرش. المتحرش شخص مش بعيد، يعني شخص مش كائن فضائي، ما هوش شخص بقى مجرم شرير شكله وحش، لا هو عادي، هو شخص عادي. ممكن يكون في بيتك او في بيت قرايبك، ايا كان قرايب جوزك، في النادي، في المدرسه، في كل الاماكن اللي حواليكي اللي انت حاسه ان دي اماكن امان على طفلك طالما انت سايباه كده. لا لا، الحقيقه انه اكتر من 90% من حالات التحرش بالاطفال بتكون من ناس موجودين حواليهم، يعرفهم الطفل وهم يعرفوه، تمام. فما فيش حاجه اسمها انا سايبه الولد مع مثلا قريبتي او مع قريب جوزي، او ما فيش الكلام ده، غلط جدا جدا. ومعلش انت يعني صحه طفلك النفسيه والجسديه اهم من اي اعتبارات تانية يعني. فده حاجه مش مقبوله ابدا ان الطفل يتساهل مع اي حد من العيله او الاصدقاء منفردا كده من غير اي رقابه، تمام. طيب بعد كده بنتكلم على ايه. المتحرش ده بيكون شخص زي ما قلنا من قريب من العيله، بيكون شخص جبان جدا، وده يعني ده بيعمل فعل هو عارف ان هو فعل سيء وجبان برضه. فالمتحرش لو اتقال له لا مره مش هيكررها مع الطفل. اللي لاحظته في الفيديو اللي انا شفته بجد كان يعني مؤسف جدا، ان الاطفال اللي الشخص الكبير بيتحرش بيهم مفيش عندهم اي اعتراض، مفيش عندهم اي استغاثه، ومع ان الفيديو كان في الشارع العمومي وفضح النهار وكان اي طفل منهم يقدر يجري، لكن هو خلاص الاطفال اتعودوا ان ده حاجه طبيعيه مفيهاش مشكله. وده لان برضو في نقص التوعيه احنا كامهات المفروض نقوم بيه لاولادنا، يعني لازم يكون في توعيه جنسيه للاطفال من اول ما يبداوا يفهموا، يعني دي حاجه مهمه جدا لاطفالنا. طيب الطفل بقى انا اعمل معاه ايه بحيث ان انا احمي يعني ابني. الحمد لله لسه في مرحله ما فيش مشكله، ما تعرفش لاي حاجه، احميه ان هو يحصل له ده ازاي. ما تسيبوه اول حاجه، ما تسيبوهوش ينزل الشارع قبل سن المدرسه، يعني ما فيش اي داعي ان الطفل ينزل الشارع قبل سن المدرسه لوحده، اصله بيلعب مع العيال في الشارع. ما فيش حاجه اسمها كده نهائي، مش بس عشان حادث التحرش والاغتصاب، لكن كمان عشان الخطف المنتشر اللي كل كام شهر او حتى كل كام اسبوع، انه في الطفل اتخطف من الشارع وخلاص مالوش اثر، ما تعرفش هو فين، يعني في لغز كده في الموضوع. فما فيش اي امان ان انت تنزلي ابنك اقل من سن المدرسه يلعب في الشارع، دي حاجه ممنوعه نهائي. الحاجه الثانيه، احنا قلنا عشان التحرش او الاغتصاب يحصل لازم يكون في انفراد ما بين الطفل والمتحرش. امنعي ان طفلك ينفرد باي شخص ايا كان غيرك انت ابوه، بس ايا كان هو مين، مفيش انفراد بالطفل فتره طويله. يعني الطفل اصله بيحب مثلا يقعد مع عمه، مع جوز خالته، مع جوز يعني مع الناس اللي حواليه في الدايره، مفيش مشكله يقعد معاهم كل حاجه، بس تبقي موجوده او الاب موجود. ولو يعني الظروف حكمت ان هم يكونوا موجودين منفردين مع بعض، خليكي دايما موجوده، اللي هو انا موجوده انا بحمي ابني، الباب ما يتقفلش مثلا، انت لو قفلوا الباب ادخلي عليهم عايزين حاجه، على طول تكوني متابعه ابنك بيعمل ايه. الحاجه المهمه جدا اللي بعد كده، انه الطفل لو ابدا عدم ارتياح لشخص ما
في العيله انتوا يعني شايفينه ان شاء الله يكون يا رب قديس، خلاص هو مش مرتاح للشخص ده، انت صدقي ابنك، صدقي ان هو في حاجه غلط في تعامل الطفل الشخص ده مع ابنك، مش لازم حاجه تكون جنسيه، لكن ممكن يكون ان هو بيعنفه وبيضايقه. فالطفل لما بيشتكي من شخص او ما بيحبش ان هو يقعد معاه مش بالعافيه، لا يا حبيبي ده عمه طيب وكويس، لا مفيش حاجه كده، تمام. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا الاول ما ينزلوش الشارع، مفيش انفراد مع اي شخص بالغ ايا كان الاسباب، الا لو حكمت الظروف انا بكون موجوده برده، ما بسيبهمش مع بعضهم فتره طويله. ولو الطفل مش مرتاح خلاص بنقفل الباب ده، ما بيروحش عند الشخص ده لوحده، لازم اكون انا مرافقه ليه وبسيطر على الوضع، تمام. طيب بعد كده الطفل لازم عشان نحميه برده من الاذى اللي ممكن يحصل له ده، بنعمل ايه؟ لازم نكلمه، يعني احنا نكلم الطفل ده ونوعيه، يعني نوعيه ازاي ده طفل؟ لا معلش، كل طفل نقدر نوصل له الفكره على حسب سنه وفهمه ويقدر يستوعب. من امتى يا دكتوره؟ من اول ما يبتدي يفهم الدنيا، 3 لـ5 سنين على حسب كل طفل بيبدا ان هو يفهم منك الكلام ازاي. تفهميه انه عنده اجزاء خاصه في جسمه ممنوع الاقتراب، يعني لا حد يشوف ولا حد يطلب يشوف ولا حد حتى يوري له ويوري لك اجزاءه الخاصه ولا حد يلمسها ولا الكلام ده، ودي تبقى حاجه يعني بتزرعيها فيه زرع، تمام. يعني مع وقت البوسي تريننج الامهات ممكن يستغلوا الفرصه دي انه الولد في الحمام او البنت في الحمام، لا محدش يدخل علينا بقى خلاص، يعني اللي هو احنا في الحمام دي حته خاصه خالص، من يعني احنا ممكن من بدري جدا نعرفهم انه المنطقه دي خاصه وانه ما ينفعش حد يطلع عليا وانا بالشكل ده، ونبدا نفهمهم باستمرار. طيب بالنسبه للتوعيه ان هو دي عنده اماكن خاصه، افرض ان هو في شخص مثلا قال له تعالى يا حبيبي مثلا ايه، يعني ان هو ياخده مثلا بعيد واجيب لك شوكولاته والحاجات دي، طبعا هو عايز انه ما يروحش مع اي حد غريب حتى مهما كانت المغريات، لانه ونبدا نحكي له قصص بس بشكل ايه مبسط عن الموضوع ده. طيب الحاجه الثالثه اللي احنا المفروض ان احنا نعملها بعد كده، نتكلم على انه الطفل زي ما قلنا لو هو مش مرتاح في التعامل الجسدي مع اي حد، بنمنع التعامل الجسدي ده تماما. ده في النقطه ازاي ان احنا نتكلم مع الطفل وازاي ان احنا نحميه عن طريق ان احنا نمنعه من انه يتحط في موقف يحصل فيه اللي هو الانفراد مع شخص مغتصب او كده. طيب فرضا انه الشخص بدا ان هو يوصل للطفل وعايز ان هو يوصل للتحرش بشكل ما، الطفل يصرخ ويطلب استغاثه، ما يستجيبش ابدا، تمام. ان احنا نشرح له انه ده لا، يعني مهما كان الشخص ده فهو جبان، ابعد عنه وهو مش هيجي وراك. ده بالنسبة لان احنا ازاي نحمي ان الطفل يوصل لكده. طيب لو لا قدر الله الطفل حصل له تحرش او حصل له لا قدر الله اغتصاب، هو في حاجة من الاثنين هتحصل، اما ان هو مش مظبط معاه هتلاقي سلوكه بيتغير وما انتش فاهمة في ايه. طيب لو جه حكالك، اول حاجة لازم تصدق طفلك، يعني مفيش طفل بيكذب في حته زي دي، يعني لان ده بعيد عن فهم الاطفال. الاطفال ممكن ان هم يكون خيالهم واسع، لكن في المساله الجنسيه هو مش هيحكي عنها الا لو شافها. فدي حاجه يعني لو سمعتي من ابنك قال ان فلان عمل فيها كذا، لا ما تقولش كده ده، لا صدقي ابنك من اول لحظه، دي اول حاجه. تاني حاجه اهدي تماما، ما تحاوليش تبيني اي فزع، طب ازاي، طب تعالى وايه الحق، لا بالراحه خالص. اي هو موقف صعب، لكن حاولي تتعاملي بمنتهى الهدوء علشان ان انت وابنك تعدوا المرحله دي. اول حاجه بتحاولي تسمعي من ابنك الموضوع كامل، وبعدين بتعملي حاجتين مهمين جدا الاثنين في نفس الاهميه، انه لازم تاخدي حقك وحق طفلك القانوني عن طريق مثلا بلاغ في الشرطه او خط نجدة الطفل اللي هو 16000، لازم تعملي ده عشان ابنك يحس ان في حاجه بتحصل ترضع الشخص اللي اذاه، وده يحسن نفسيته كتير جدا. الحاجه الثانيه انه يكون في تاهيل نفسي للطفل ده بعد يعني الصدمه الكبيره اللي تعرض لها. فدول حاجتين مهمين ان احنا نعملهم للطفل لو تعرض لا قدر الله حاجه زي كده. يعني اتمنى انه كل الامهات والاباء يعرفوا يحموا اولادهم كويس جدا من التحرش، لان هو مش حاجه قليله، يعني حوالي طفل من كل 5 أطفال بالنسبه العالميه بيحصل له تحرش بشكل ما. فاحنا لازم يعني نخاف جدا على اولادنا، ونظام يعني هي زي ما بيقولوا في المثل حرص وما تخونش، يعني اللي يكون فيه حفاظ ويكون فيه احتياط ويكون فيه ان احنا نمنع الاسباب اللي تؤدي الموضوع ده، ولو حصل نقدر ان احنا نتعامل معاه. وطبعا يعني ايه بنشكر طبعا النيابه العامه اللي هي اتحركت بسرعه للقبض على المجرم اللي تحرش بالاطفال،
وكده هيكون عبره لغيره بعد كده، انه لا ما يعني انه ما يبقاش مستريح قوي كده في وسط النهار وفي شارع عمومي وقاعد بيعمل بيتحرش باطفال يعني. فده حاجه ونتمنى ان هو ياخد جزاء شديد عشان ده ما يتكررش في المستقبل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.